من أنت؟ من أنت؟ يا قحبة يا ميبون، من أنت تحكم علي بجهنم وتقول إن أني كافر؟ إنك رسولا، هل رأيت نقبة زكك نظيفة أو لا؟ لا، لم تريد أن تغزر نقبة زكك لأنك تعرف اللي لم خسلت زكك جمعتين أو ثلاثة وتحكم على زبي أنا أنني كافر. هل رأيت قداش وعملت الخير يا بهيم يا جحش؟ كل احتراماتي للحيوان البهايم والشحوشة الذي خير منك أنت. لماذا خلق الله